مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والشعارات المميزة هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحنية. على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط 11، وهو شوط خاص بالأبكار الحقائق. مسافتنا هي 3 كيلومترات، هي المسافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في هذا الميدان. نذكر لجميع الأخوان المشاركين بأن جائزة هذا الشوط لاند كلوزر بكب رصدت للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى عاشر المراكز. إذن على البركة نبدأ بالمركز الأول، نتابع صدارة هذا الشوط. مهدية سيف بن عبد الله بن مطر الكتبي ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة ينطلق مع مهدية على أول المراكز. المركز الثاني نقلة مباشرة مع مزول له بسعد بن طالب الفيد المري على ثاني مراكز. المركز الثالث ناخذ المركز الثالث هنا صملة محمد بن ناصر بن حمد الفدي من يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع أرى وأتابع من الجانب الآخر من الزاوية الصعبة هنا القدوم رقمها محجوب عنا، لكن ناخذ المركز الخامس. المركز الخامس تحمى رقم 5 وتنطلق في خامس المراكز. هنا تعريف لعلي بن بخيت من هديب الجربوع المري على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وأول كيلو ينقضي من عمر هذا الشوط وعود إلى الصدارة مع المركز الأول، مع التحدي الأول والانطلاق من مع مهدية سيف بن عبد الله بن مطر الكتبي على الصدارة مع مهدية وانطلاقتها في هذا الشوط. المركز الثاني هنا حشيم اللي بطيب بن حمد بن سيف النعيمي يحتل ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع مشاهدينا الكرام الاسم القادم في هذه اللحظات اللي تحمل رقم 41 في هذا الشوط، وتابع الانطلاقة والتحدي من الحذرس تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات وانطلاقة الباسلة فيد بن حمد بن صالح الفيدة المري، بينما المركز الرابع رابع المراكز الله يلسم القادم وصلت في هذه الأثناء التزام محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، وصل أبناء السلطنة مع رابع المراكز. المركز الخامس هنا غزوة لسالم بن محمد بن حبتور العامري أيضا ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، سيارة بالانتظار لاند كلوزر بكب رصدت للفائز بالمركز الأول. يا سلام على الصدارة، المركز الأول الصدارة، مهدي مهدي على الانطلاق الأول وعلى التحدي الأول، ولكن من الجانب الآخر هنا الانطلاقة في هذه اللحظات الباسلة فيد بن حمد بن صالح الفيدة المري ينطلق مع سلالة الباسل الشهيرة في عالم رياضة سباقات الهجنة العربية للصينة. هنا الباسلة على الصدارة، الباسلة مع افتتاح الكيلو المتر الأخير تنطلق الباسلة في مقدمة الشوط مع الكروزر، مع الكروزر ركز يا مالك الباسلة فيد بن حمد بن صالح الفيد المري، ولكن يا سلام يا سلام متابع ثاني مراكز وصلت الشعارات والأسماء الخطيرة، ولكن أعود مع الباسلة. الباسلة تنطلق في هذا الشوط وتنطلق في هذا التحدي الكبير، تعلن تواجد شعار فهد بن حمد بن صالح الفهد المري مع شوط الكروزر، شوط 11 من مجمل أشواطي هذا اليوم. وهنا الباسلة على الصدارة، المركز الثاني اللي تحمل رقم 63 أمواج محمد بن علي بن مطر الكتبي يصل ويحتل ثاني مراكز، ولكن الباسلة الباسلة تنطلق في هذا التحدي وتعلن شعار الفهد على الصدارة، ولكن يا سلام أمواج أمواج الناموس قادمة مع المركز الثاني، ولكن الباسلة الباسلة تنطلق في هذا الشوط وتنطلق في هذا التحدي. وأتابع الاسم القادم ذوق عبد العزيز بن سعد يحصل مع المركز الثالث، ولكن أعود إلى الصدارة مع الباسلة. الباسلة ولكن أمواج أمواج واللحظات الأخيرة أربع مراكز في موقع واحد. يا سلام يا سلام، أعود إلى الصدارة مع الباسلة على المركز الأول، ولكن أمواج غيرت على الصدارة. أمواج مع اللحظات الأخيرة، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام اللي تحمل رقم 18 هنا ذوق عبد العزيز بن سعد بن ملفي. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة الكروزر، وتها تهانينا والف مبروك لمالك ذوق، تهانينا لعبد العزيز بن سعد بن ملفي السحيمي من فاز بناموس هذا الشوط. المركز الثاني دخول جماعي يبدو لي رقم 67 اللي هي ملامح العبد بن علي بن محمد الزرعي، بينما المركز الثالث جاءت فيه
نقد لمحمد بن سعيد بن سالم الزرعي، بينما المركز الرابع وصلت امواج محمد بن علي بن مطر الاكتبي، بينما المركز الخامس الشهانية سلطان بن حمود بن علي الجحافي. إذن متابعينا الكرام، شوط حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة هنا تصل إلى خط النهاية. ذوق من فازت بناموس هذا الشوط، وتهدي مالكها ومضمرة عبد العزيز بن سعد بن ملفي الحربي ناموس هذا الشوط والكروزر البيك أب. والتوقيت الزمني 4:37، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني جات فيه نقد لمحمد بن سعيد بن سالم الزرعي، كان دخول جماعي 4:37، 20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث أمواج محمد بن علي بن مطر الاكتبي، قدمت عرض يشكر عليه. والتوقيت الزمني 4:37، 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.